الحمد لله. يعني بص، هو موضوع الفوز حاجة مهمة، ولكن انا لما دخلت في فرقة في اول سيزون كان عندي طموح ان انا اغير الولاد بقالهم فترة موجودين في النادي. كل واحد ليه طريقته، كل واحد يعني برضو الاجيال الجديدة بيبقى ليها شوية طريقة مختلفة في التعامل غيرنا. احنا شوية كنا في التزام اكتر، وكانت الدنيا شوية كانت الدنيا مقفولة اكتر من دلوقتي، فكانت مساعدانا شوية. دلوقتي الدنيا منفتحة قوي، وده ممكن يجي بالسلب على الولاد، وده فعلا في الاجيال الجديدة كلها، كل الفرق اللي طلع صغيرة، وكمان الانفتاح الرهيب في ان في فرق كتير، وان في حاجات بدأنا نسمعها مختلفة كانت قبل كده. فكان انا كان هدفي الفرقة دي ان انا اغير طموحهم واغير طريقتهم، طريقة تفكيرهم، مش الكورة بس. هم عندهم جزء من الكورة، في كورة وممكن يكون فنيات مش عالية قوي، بس عندهم حاجات كويسة بيستوعبوا كويس جدا، بدليل ان هم الحمد لله قدروا يعني يستوعبوا الشغل بتاعي انا وكابتن سمارة وكابتن محمد ماهر وكابتن بهاء مدرب الحراس. صراحة الجهاز كله بيشتغل وكله بيتعب، واحنا فعلا يعني تعبنا مع الفرقة دي كتير، اذا كان في الوقت او اذا كان في التفكير الكتير، واذا كان نحاول نوجد احسن حلول للفرقة. فدي من الحاجات اللي بسطاني، ان هم بعيد عن المكسب، يعني ده سادس في مكسب على التوالي. كنت بتكلم قبل المباراة ان احنا مش عايزين يبقى عندنا حاجة تشبع من المكسب، طول الوقت عايز اكسب، والفرقة اللي انا بلعبها دلوقتي في القطاع في الناشئين، بعد كده مستقبلا انت البطل، هو اللي بينافس على تاني وتالت ورابع. فدي كنا بنحاول نزرعها فيهم، ومع الوقت الفرقه دي هي وصلنا لجزء، لكن لسه مش كل حاجه، يعني هي مش كل حاجه، بس انا مبسوط ان هم وصلوا لده وبيستوعبوا، في تكيف على الحاجات اللي احنا بنعملها كلها. ودي اكتر حاجه بسطاني، يعني كل واحد بيستمد من اللي فوقيه. يعني انا بستمد من مديري، اذا كان كابتن فتحي مبروك، كابتن فتحي مبروك بيستمد من اللي فوقيه. دي سياسه اتعلمناها من واحنا صغيرين في النادي، انك تستلم الاكبر منك، كل واحد بيديك باور، الاعلى منك بيديك باور. فبالتالي الولاد دول لازم انت كمدرب لو ما فرضتش شخصيه عليهم او ان انت اتاثروا بيك، يبقى انت كده ما نجحتش. الكوره كل الناس عارفه كوره، اليوتيوب دلوقتي اي حد يدخل يعمل تمرين مفيش مشكله، لكن المشكله في الشخصيه، وان ازاي تتعامل مع الولاد دول بطريقه مناسبه ليهم. ممكن تتعامل بطريقه مناسبه ليك انت كشخص، لكن مش مناسبه ليهم هم كاولاد. يعني سن صعب جدا، سن 15 سنه صعب جدا، بدايه تحول حاجه كتير جدا، ممكن تبقى يعني كمان سنه سنتين لعيب فريق اول، وده برضو الولاد طول الوقت بنتكلم فيه، انك تبقى لعيب فريق اول، مش مجرد ان انت لعيب بتاخد بطوله قطاعات ولا بطوله جمهوريه، مش هو ده الاساس. هو انك تلعب على بطوله، ولكن الاساس انك تبني شخصيه لاعب تصلح للنادي الاهلي. اللعيبه اللي موجوده كلهم انا بالنسبه لي يعني انا مش عايز اقول كده، بس يعني انا شايفه قدامي، يعني انا حصل لهم طفره كبيره جدا، تحولوا في حاجات كتير جدا، ولكن برضو في حاجات، في ولاد كتير مناكيرهم اتغيرت. خد بالك برضو المرحله اللي قبل كده اللي هي 7 والثمانيه والجول وسته وجول وخمسه وجول، ساعات بتديك لغط شويه في انك تعمل بوزيشن للعيبه، لما بيجروا يلعبوا ملعب كبير الدنيا بتبقى مختلفه شويه. بقالهم 3 سنين بيلعبوا ملعب كبير، لكن في حاجات يعني احنا غيرناها، في حاجات، في باك رايت جه لعب مساك بقى هايل، كريم فكري انا هيبقى مستقبل النادي، الولاد ده هيبقى مستقبل النادي. داوود، احمد داوود كان بيلعب ديفندر وما كانش بيلعب، يعني فترات في طول ما كانش بيلعب. اي فرقه عايز تلعب كوره لازم يكونوا الاثنين من تحت اللي بيعرفوا يلعبوا كوره كويس، بيعرفوا يلعبوا كوره كويس، يبقى عندهم ثقه، اثنين عندهم كوره بيفكروا كويس. فدي من الحاجات اللي انا كنت مصر عليها، وبصراحه هم الاثنين ناجحين جدا بشكل كبير، واتمنى ان هم يكملوا بشكل كويس. الولاد كلهم، مش عايز برضو انسى اسماء، مازن وميدو وكريم عثمان ربيع، وادي ربيع ده جبناه من اختبارات، جايلنا اختبارات، بقى من احسن الولاد الموجودين في الفرقه. عمرو وسرحان ونوفل ومحمد وائل وحمدي، في لعيبه كتير حتى ما بتشاركش كتير بس ليها دور، يعني ليها دور. في ولاد من 2004، ميدو اسامه وعبد الرحمن ممدوح، لعيبه كويسه برده، انا شايف ان هو مستقبل النادي. اتمنى لهم التوفيق طبعا، يعني كنت يعني انا متعلق بيهم جدا، بس يعني هي دي بقى الكوره. طبعا الحمد لله كل واحد في النادي الاهلي شغال لهدف، وكلنا في الاوضه بنواحد نلعب ونغير هدومنا، كل واحد حاطط قدامه حلم. انا كان حلمي ان انا موجود في الدرجه الاولى، والاحلام بتيجي مع الوقت بتزيد، بس الحمد لله يعني الحلم اللي موجود دلوقتي اتحقق، ان انا كنت موجود في الدرجه الاولى، وشرف لاي حد في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي شغال ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، ده حاجه كبيره ليا. ممكن واحد بيجتهد وكل حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر التوفيق بتاع ربنا، و مرحلة صعبة، وإن شاء الله الواحد يعني الدنيا تبقى تعدي كويس الفترة دي يعني.